الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول دور التربية، هنالك عاملان مهمان في صناعة الإنسان، العامل الأول هو عامل الوراثة، والعامل الثاني هو عامل التربية. هنالك خلاف كبير بين علماء النفس وعلماء التربية، أن أيا من هذين العاملين هو الأهم في صناعة الإنسان. هل التربية هي العامل الأهم أم الوراثة هي العامل الأهم؟ الشيء الذي يبدو لنا في بادئ النظر، والله أعلم بحقيقة الحال، الشيء الذي يبدو أنه في عالمنا نحن البشر التربية هي العامل الأهم،
لعله في عوالم أخرى. الوراثة تكون هي الأهم. في عالم النبات الوراثة لعلها تكون هي الأهم. هذه نواة التمر التي تجدونها. هذه النواة تحمل خصائص موروثة. هذه الخصائص توجه حركة هذه النواة. يمكن أن يكون للمحيط أو للأجواء دور، ولكن العامل الحاسم هو هذه الخصائص الموروثة. في عالم الحيوان أيضا كذلك، ولكن في عالم الإنسان الوراثة مجرد مقتضي، مجرد قابلية، مجرد وجهة. هذا الطفل عندما يولد في بيئة معينة من أبوين معينين يحمل في داخله توجها معينا، ولكن العامل الأهم الذي يرتهن به سلوك هذا الطفل هو التربية. ما هي نوعية التربية التي يتلقاها هذا الطفل؟ ولعله أشير إلى ذلك بقوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كم من الأفراد عندنا نشأوا من أبوين طالحين، ولكنهم كانوا من أولياء الله سبحانه وتعالى. وكم من الأفراد عندنا نشأوا من أبوين صالحين، ولكنهم كانوا من أعداء الله تعالى. ذلك الحاكم الطاغية الذي سفك الدماء وقتل أولاد الأنبياء، هذا الحاكم الطاغي وإذا بولده يخرج وليا من أولياء الله. هارون الرشيد هذا الحاكم الظالم السفاك الذي قتل الألوف لحكم أيام عابرة، هذا الولد الذي نما في حضن هذا الأب مع كل الإغراءات الموجودة. يمكن هذا الولد كان في يوم من الأيام يكون هو الحاكم الذي يملك أعظم دولة على وجه الكرة الأرضية، وإذا بهذا الولد يرفض كل شيء، يترك هذا الملك وهذا النعيم وهذه الرئاسة
ويهاجر إلى بلد آخر لا يعرفه أحد ولا يعرف أحدا، ويشتغل عامل بناء في بلاد الغربة، ويعبد الله سبحانه وتعالى ليله ونهاره. هذا منه؟ هذا الولد ابن هارون الرشيد الذي لا يتورع عن قتل أولاد الأنبياء، القاسم المؤتمن ابن هارون. ذلك الحاكم النماذج في التاريخ بالمئات بل بالألوف. الحاكم اللي كان يحكم الهند وكان من ألد أعداء أهل البيت إبراهيم شاه، هذا الحاكم يخرج الحي من الميت، وإذا بابنه، كان عنده ابن يقال له علي، عندما هذا الولد وجد مربيا، المربي جدا مؤثر، وجد مربيين اثنين، وإذا بهذا الولد بعد موت أبيه يعتلي عرش الهند، وبعد تلك الحقبة الممتدة من الإرهاب والكبت ضد أتباع أهل البيت، وإذا ترفع فوق منائر الهند شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن عليا ولي الله. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن الذي يبدو لنا أن العامل الأهم في صناعة الإنسان هو عامل التربية. النقطة الأخرى أنه لابد للمربي أن يلاحظ في عملية التربية ثلاثة عوامل، هذه العوامل مهمة جدا ومؤثرة جدا. العامل الأول عامل الثقافة، العامل الثاني عامل الأجواء، العامل الثالث عامل النموذج. هذه ثلاثة عوامل مهمة. نتحدث قليلا بإذن الله تعالى حول عامل الثقافة والأجواء. هذا الذي نريد أن نربيه، من أين يأخذ ثقافته؟ ما هي مصادر الثقافة؟ سابقا مصادر الثقافة كانت معلومة واضحة. ما هي مصادر الثقافة؟ المصدر الأول الأم. الأم كان لها أثر كبير.
الأم كانت مربية، تربية فكرية، حتى الطفل عندما ينام تنيم على أشعار تحمل قيم، ينام على هذه الأشعار. العامل الثاني الأب، العامل الثالث المدرسة، العامل الرابع دور العبادة مثل المساجد والحسينيات وما أشبه ذلك. هذه كانت مصادر الثقافة. أما في هذا اليوم فتحت أبواب خطيرة للثقافة. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديث لطيف: عجبت لمن يفكر في مأكوله، كيف لا يفكر في معقوله؟ الأب يواظب على صحة هذا الطفل، ليأكل طعام ملوث. ليأكل طعام فاسد. إذا أكل هذا الطعام الملوث أثر ذلك أنه يبتلى بالحمى مثلا أسبوع واحد. ولكنه يواظب، الأم تواظب. عجبت لمن يفكر في مأكوله، كيف لا يفكر في معقوله؟ فيجنب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه. أذى بسيط يتجنب عنه، يجنب أولاده عنه، ولكن هذا المعقول الذي يأتي إلى هذا الطفل ويردي هذا الطفل، يعني يهلكه، لا يفقده صحة أيام، وإنما يفقده حياته الأبدية. بعبارة أدق، يفقده آخرته ودنياه. مو معلوم هذا الطفل من أين يتلقى ثقافته، من أين يتلقى معلومات. هذه البرامج التي يشاهدها، أنتم شايفين قاعدة عادة الطفل حتى قبل أن يتكلم يمكن أن ينظر إلى الشاشة قبل ما يتكلم. هذه الشاشة لا تمثل حركات، وإنما تمثل قيم. يعني هذه الأفلام التي تعرض، هذه كلها تحمل قيم معينة، وهذه القيم تؤثر في وعي الطفل وفي لا وعي الطفل. هذا يدمر دنيا، يدمر آخرته. فيجنب بطنه ما يؤذيه، ويودع صدره ما يرديه. أحد الباحثين، أنا أذكر لكم هذه النتيجة التي توصل إليها هذا الباحث، حتى تجدوا أنه أية فاجعة تحملها هذه البرامج إلى بيوتنا وإلى عوائلنا. هذا الباحث قام باستقراء 100 ساعة
أطفالنا بالشعر كم ساعة يلاحظون هذه الأفلام وهذه البرامج؟ 100 ساعة لاحظها. ماذا تحمل هذه 100 ساعة من هذه الأفلام الوافدة إلينا؟ فخرج بالنتيجة التالية: هذه 100 ساعة كلها مخصصة للأطفال، أطفالنا. في هذه 100 ساعة 12 جريمة قتل في هذه الأفلام. الآن عالميا مثار مشكلة العنف ومشكلة الإرهاب. الإرهاب منين يجي؟ هذا منشأ من مناشئ الإرهاب. هذا الطفل اللي يلاحظ هذه الأفلام ويطالع هذه الأفلام، يلاحظ أفلام القتل وأفلام الجريمة، هذه تغرس في أعماقه روح الجريمة وروح القتل. ما عندنا أطفال قتل أحدهم الآخر لأنه شاهد فيلما معينا. بعدين هذا الطفل يكبر بهذه الروحية، يوقع في أيدي جماعة منحرفة. الروحية نفس الروحية، النفسية نفس النفسية، يروح يقوم بتفجيرات كربلاء ويفجر نفسه، لأن هذا الرجل رجل يحمل في أعماقه روح الجريمة. هذا عامل مؤثر. 12 جريمة قتل في هذه 100 ساعة، 16 معركة بالأسلحة، 21 شخص يصاب بالرصاص أو الضرب في هذه 100 ساعة، 37 منظر صراع وتضارب بالأيدي أو بأدوات مختلفة، ومحاولات للخنق وتقييد لليدين، 45 محاولة انتحار في هذه 100 ساعة، صراع في طائرة، قاتل مأجور يتعقب ضحية، حادثة سرقة، نشل امرأة، منظر إعدام بالمقصلة. هذا بعض ما يوجد في هذه 100 ساعة. احنا اطفالنا بالشهر كم ساعة يلاحظون هذه الافلام الوافدة؟ هذا ما يأثر في نفسيتهم، ما يأثر في عقليتهم، ما يأثر حتى في تعاملهم مع الوالدين. بعض الآباء بعض الأمهات يتصورون أنه إذا تركوا أبناءهم، تركوا بناتهم، هذا فقط يضر بآخرتهم، هذا يضر حتى بهذه الدنيا. أذكر لكم نموذجين متقابلين حتى تلاحظون الفرق بين الابن الذي يتربى في هذه الأجواء والابن الذي يتربى في أجواء الإيمان والتقوى وصلاة الليل ودعاء كمين. الآباء الذين لا يحضرون المساجد،
هذا أول نتيجة إليه أن أبنائهم لا يحضرون المساجد. ما أقول دائما، طبيعي الأب اللي ما يحضر المسجد لأي عذر من الأعذار، ابن أيضا ما يحضر. هذا الابن الذي لا يحضر في المساجد والحسينيات، من الذي ينميه ومن الذي يربيه؟ الأب الذي لا يحضر يتوقع أولاده يحضرون. إذا الأب يصلي صلاة الليل، أولاده يطلعون أقل منه بدرجة، يصلون صلاة الصبح. إذا الأب يصلي صلاة الصبح في أول وقتها، أولاده يصلون صلاة الصبح في آخر وقتها. إذا الأب يصلي صلاة الصبح في آخر وقتها، أولاده يصلون صلاة الصبح قضاء. طبيعي، هذا هو النموذج، هذا هو المربي. إذا الأب يصلي صلاة الصبح قضاء، يمكن أولاده ما يصلون بالمر. أذكر لكم نموذجين. النموذج الأول أنا رأيت الابن اللي ينشأ في هذه الأجواء في مقابل الابن الذي ينشأ في أجواء ثانية. الابن الأول كان دكتور طبيب وله عيادة وله وارد جيد، في كل شهر كان يجي عد أبو شيخ كبير، أنا كنت شايف، كان يضع كل المال تحت يده. يقول لأبي: هذا المال كله لك، تعمل به ما تشاء. الأب كان يأخذ المال ويعطي مقدارا منه لابنه الطبيب. شايفين هالشكل ابن؟ احنا اذا نقوم بخدمة متواضعة لابائنا لامهاتنا، نتصور اننا صنعنا كل شيء، نمن عليهم، نظهر الماء. الابن المتدين هكذا يرى كل ما عمل لابيه وامه لم يعمل شيء. هذا نموذج. لاحظوا في مقابل هذا النموذج الثاني. النموذج الثاني، كنا في احدى العواصم الاسلامية مع احد الاخوة، فاشار الى بيت في مرتفع، قال لي: تشوف هذا البيت؟ هذا بيت رجل كبير وعند أراضي واسعة جدا بملايين الأمتار يملكها. هذا الأب عند ابن وحيد، ما عند ابن ثاني. كبر الأب وهرم، فجاء ولده، هذا الولد اللي يتربى في أجواء الفضائيات الهابطة، جاء إلى طبيب هذا الوالد وقال له: أنا أعطيك 50 مليون بعملة ذلك البلد على أن تقتل والدي بسم أو ما أشبه ذلك. 50 مليون. الطبيب كان عنده نوع
من الوجدان، فذهب إلى الأب وأخبره بما قاله الولد. قال هذا الولد وعدني ب50 مليون مقابل أن أقتلك. الأب متأثر وحرم ولده من جميع ميراثه بأن وقف جميع هذه الأراضي لأعمال الخير. هذا النموذج للابن، وهذا نموذج آخر اللي ينشأ في أجواء المساجد والحسينيات وصلاة الليل، هكذا ينشأ. واللي ينشأ في أجواء التلفزيون والفضائيات الهابطة، هكذا ينشأ. ما عند مانع حتى أن يقتل أباه. الابن الذي ما عند إيمان لا يؤتمن على دينار واحد. هذا يخون أباه ويخون أمه ويخون بيته ويخون دينه ويخون وطنه. فهذه القضايا مو فقط للآخرة، الآخرة في محلها، هذه القضايا حتى لدنيانا. الأزواج والزوجات اللي يشوفون الفضائيات الهابطة، أول آثارها تفكك العلاقات العائلية. الزوج لا يحب زوجته، الزوجة لا تحب زوجها، هذا أول أثر لهذه المشاكل. أنقل لكم قضية أخرى، هذه القضايا في الواقع ناقوس خطر لنا جميعا. نقل لي احد الاخوة، قال كان هنالك شاب موظف في بلد من البلاد. هذا الشاب الموظف كان يقترض من اصدقائه قرض، كان يقول عندي تجارة، خسرت في تجارة كذا، ويقترض. بعد فترة طويلة تبين أن هذا الموظف ابتلي بأجواء فاسدة. هذه الأجواء الفاسدة سحبته إلى مدينة القمار في ذلك البلد. كان يروح يقترض هذه الأموال وأموال الوظيفة الراتب الشهري ويقامر بها مقامرة. انتهى مجرد ذنب قمار، هذا الذنب من الذنوب. لا، القمار تدمير للدنيا والآخر. بعد عام واحد تقريبا، ظاهرا نقل لي بعد عام، في ليلة من الليالي ذهب إلى مدينة القمار وقامر، وخسر في تلك الليلة 500,000. مين عنده 500,000؟ جاء إلى البيت في حالة انفعال شديد، في حالة يأس من الحياة. عند 4 أولاد نايمين، أخذ المخدة وخنق أطفاله 4 بالمخدة جميعا واحد واحد. وعنده زوجة حامل، أخذ أصابعه وحاول أن يخنقها وهي نائمة بأصابعه. الزوجة قامت من النوم وأخذت تقاوم،
فأخرج مسدسه وأطلق عليها الرصاص وقتله، وبعدين أخذ الرصاص وأطلقه على نفسه. كم واحد قتل؟ 4 أولاد وزوجته وطفل الحامل ونفسه، 7 أفراد. مصيره وين؟ مصيره معلوم. هذا العالم اللي نقل لي هذه القضية يقول بعد وفاته ودفنه جاءتني أخته قالت لي: هل تعلم أين كانت البداية؟ هاي النهاية. البداية وين كانت؟ قبل عام تقريبا، ليلة من الليالي أصدقاء السوء أو ما أشبه جرته إلى مدينة القمار، وذهب وقامر وعاد في وقت متأخر وهو فرح، قال: أنا أشتغل شهر كامل، شهر كامل راتبي 3000، ليلة واحدة ذهبت وقامرت وربحت 300,000. وهذا هو التشيك، يقول راواني التشيك وهو فرق. هذه هي البداية وهذه هي النهاية. يعني واحد لا يتقي الشيطان، أنا تصوري الشيطان متى يفرح؟ الشيطان يفرح عندما يموت الإنسان كافرا. هنا الشيطان بعد خاطره يطمئن وقلبه يطمئن. هذه هي المقدمات، هذه العوامل الثلاثة: الثقافة أولا، الأجواء ثانية، النموذج ثالثا. ننتقل باختصار إلى ذلك البيت الرفيع الذي قال الله تعالى عنه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. عندما نزلت هذه الآية الكريمة، هذه الرواية ينقلها الشيعة والآخرون، الآخرون أيضا رووا هذه الرواية. قال النبي صلى الله عليه وآله: هذه البيوت هي بيوت الأنبياء. فقام الأول، هذا حتى الثعلبي في تفسير ذاكر هذه الرواية من علمائهم، فقام الأول وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهم، وقال: هذه منها. يمكن غرض، لأن النبي قالها بيوت الأنبياء، هذا خب مو بيوت الأنبياء، حتى النبي يقول لا ليس منها، يمكن هذا كان غرض. قال: وهذا البيت منها. فقال النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية: نعم من أفضلها. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه يولد في هذا البيت، المربي الأول له رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام المجتبى، الإمام الحسين،
زينب أم كلثوم ينشأون في هذا البيت، يشاهدون النبي صلى الله عليه وآله، ذلك النبي الذي عبد الله حتى تورمت قدماه. الابن اللي يشوف أبوه أو جد يعبد الله حتى تتورم قدماه، كيف ينشأ في هذا البيت؟ الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه يقول كما في هذه الرواية: رأيت أمي فاطمة صلوات الله عليها في محراب عبادتها أو ليلة جمعتها وهي تركع وتسجد. كانوا يحيون هذه الليالي بالعبادة. يبدو أن الإمام كان قاعد. أنا في بالي أن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها كانت تنيم الأطفال في النهار يوم الخميس حتى ليلة الجمعة يسهرون إلى الصباح، هكذا في بالي. فيبدو أن الإمام كان قاعد يشوف. ورأيتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات، ولعلنا إن شاء الله كنا مشمولين لتلك الدعوات. فقلت لها: يا أمه، رأيتك تدعين للآخرين ولا تدعين لنفسك. فقالت: يا بني الجار ثم الدار. الجد يصلي حتى تتورم قدماه، الأم تصلي حتى تتورم قدماها. أمير المؤمنين الأب يصلي في كل ليلة 1000 ركعة. كيف ينشأ الطفل في هذا البيت؟ هذا قطع النظر عن مقام الإمام المعصوم صلوات الله عليه. النموذج مؤثر. الآباء الصالحون أبناؤهم يكونون صالحين أيضا عادة. بعدين لاحظوا عناية النبي صلى الله عليه وآله. النبي نبي، خاتم النبيين، قائد دولة، يعني له من المشاكل والمشاغل ما لا يعد. قائد دولة في حالة تأسيس، في حالة حرب. الأعداء هاجموا هذه الدولة الفتية من كل جانب. النبي ما كان يقول أنا ما عندي وقت. احنا نقول ما عندنا وقت. التاجر يروح للسوق أول الصبح، يجي بالليل أولاده نايمين. ماذا يعرف الأولاد من هذا الأب؟ الأم مشغولة بتلفوناتها، والخادمة الأجنبية هي التي تربي هذا الطفل. كيف يتربى هذا الطفل؟ النبي ما كان يقول صلى الله عليه وآله ما عندي وقت، كان يعتني عناية جزئية بالقضايا واحدة بعد الأخرى. أنا أذكر لكم بعض الروايات العابرة بشكل مختصر حتى تروا عناية النبي صلى الله عليه وآله. هذا لعله تعليم لنا نحن. في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه يقول أن النبي صلى الله عليه وآله في ذات يوم
أدخل رجله اللحافة أو في الشعار فاستقى الإمام الحسن المجتبى. طفل من الناحية الظاهرية طلب الماء فوسب النبي صلى الله عليه وآله. ظاهر كلمة وسب يعني مو قام على كيفه، قام بسرعة. فوسب النبي صلى الله عليه وآله، كان يتمكن يقول لواحد انت اعطي لماي، لكن لا، عناية مباشرة في الآية الكريمة لعله إشارة إلى هذا المعنى، ولتصنع على عيني، يعني أنت تراقب لعله هذا الطفل كيف يمشي. فوسب النبي صلى الله عليه وآله إلى نعجة فأخذ من ضرعها لبن فجعله في قدح ثم وضعه في يد الإمام المجتبى. احنا نفعل هذا العمل؟ اذا الطفل قال انا اريد ماي انا عطشان، تركض تجيب له ماي؟ العلاقة مو فقط علاقة طعام وشراب، العلاقة علاقة فكرية، العلاقة علاقة عاطفية، العلاقة علاقة قلبية. إذا طفلكم يحبكم هذا على الأقل يخجل منكم، ما يحاول أن يعمل عمل اللي يؤذي خاطركم. كان النبي صلى الله عليه وآله حمل الحسن على عاتقه فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام، يكلم الإمام الحسن. فقال النبي صلى الله عليه وآله ونعم الراكب هو. نعم المركب ونعم الراكب، هاي عناية. رواية أخرى، دعي النبي صلى الله عليه وآله إلى صلاة والحسن متعلق به. أبنائنا عندهم تعلق بينا، عندهم تعلق بآبائهم وأمهاتهم. فوضعه مقابل جنبه وصلى، فلما صلى أطال السجود. فرفعت، الراوي يقول، فرفعت رأسي. تعشوا شنو صاير؟ ليش النبي في حالة السجود؟ فإذا الحسن على كتف النبي صلى الله عليه وآله. النبي في حالة السجود والإمام الحسن وهو الطفل على كتفه. النبي صلى الله عليه وآله ما يريد يزعج الطفل ولو بهذا المقدار، أنه يحمله ويضعه على الأرض. فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله قال له القوم يا رسول الله لقد سجدت في صلاتك سجدة ما كنت تسجدها، كأنما يوحى إليك، نزل عليك الوحي جبرائيل. قال صلى الله عليه وآله لم يوحى إلي، ولكن ابني كان على كتفي فكرهت أن أعجله حتى ينزل أو حتى نزل. هو ينزل على كتف. في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بعد ولادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه رآه ملفوفا في خرقة صفراء، فقال النبي صلى الله عليه وآله ألم أنهكم، قال لأسماء بنت عميس، ألم أنهكم أن تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ العلماء يقولون الألوان لها أثر كبير على نفسية الطفل،
واللون الأصفر يؤثر تأثير سلبي على جهازه العصبي. ثم دعا في مضمون هذه الرواية بخرقة بيضاء ولفه بها او امر ان يلف بها، يعني اشراف على كل جزئية. هذه القضايا يجب ان نلاحظها وان نعتني بها وان نفكر فيها. هنالك حاجتان شخصيتان مهمتان وحاجتان عامتان مهمتان. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام المجتبى، بكرم كريم أهل البيت، أن يمن علينا بها. الحاجة الشخصية الأولى العافية، حتى في ليلة القدر في الحديث اسأل الله العافية، في حديث أو في دعاء اجعل نفسي أول كريمة تقبضها إليك. هنالك بعض الأفراد يفقدون بصرهم، هذه أول كريمة تفقد. واحد يطلب من الله ان يظل معافى الى اخر عمره حتى يعبد الله في هذه الحياة. اجعل نفسي اول كريمة تقبضها اليك، يعني اموت وانا في عافية كاملة. الحاجة الشخصية الاولى العافية. الحاجة الشخصية الثانية حسن العاقبة، هذا اهم شيء. الحاجة العامة الأولى، أن يصلح الله كل فاسد من أمور المسلمين. والحاجة العامة الثانية، أن يعجل الله سبحانه وتعالى لوليه الفرج. في مضمون قضية شخص رأى الإمام الحجة صلوات الله عليه كما في الكتب، مضمون القضية، فقال الإمام لماذا لا تدعون لي؟ قال وكيف ندعو لك؟ قال هذا الدعاء المعروف، اللهم أدخل على أهل القبور السرور. متى يتحقق ذلك؟ عند ظهور الإمام المهدي. اللهم أغني كل فقير، متى يتحقق ذلك؟ عند ظهور الإمام المهدي. اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان. هذه الأدعية كل فقرة منها إشارة إلى ذلك العهد الميمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين هذا الميلاد المبارك، وأن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أعوانه وأنصاره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Mm-hmm.